بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وأما قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فهو الدعاء الصريح، وهو ما يسمى دعاء المسألة، لأن أول السورة في دعاء العبادة، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى دعاء العبادة. وأما اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره فهو دعاء المسألة، وهو الطلب من الله سبحانه وتعالى. وكلنا محتاجون إلى الدعاء بنوعيه: دعاء العبادة ودعاء المسألة. كل مسلم حاجة إلى هذا، فلذلك فرض الله قراءة هذه السورة في كل ركعة من الصلاة، فرضها ونفلها، لحاجتنا إلى هذا الدعاء الذي إن استجابه الله منا سعدنا في الدنيا والآخرة. فقوله اهدنا، الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهي بيان الحق من الباطل، وهذه عامة لجميع الناس، فالله دلهم وأرشدهم إلى طريق الحق ونهاهم عن طريق الباطل. قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم، استحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم ودللناهم وأرشدناهم. فالله هدى الناس كلهم بمعنى أنه دلهم وأرشدهم ووضح لهم طريق الخير وطريق الشر. هذا نوع. والنوع الثاني وهو المقصود في هذا الدعاء في هذه السورة، وهو هداية التوفيق، هداية التوفيق والثبات على الحق. فما كل من عرف الحق عرف الباطل يوفق ويثبت على العمل بهذه الهداية وينتفع بها. هذه هداية التوفيق لقبول دعوة الإرشاد والدلالة، توفيق لذلك، ثم الثبات على ذلك، لأن
هناك من يهتدي في أول الأمر هداية التوفيق والدلالة، لكن ينحرف والعياذ بالله ويضل ويزيغ. فلا بد أن العبد يسأل الله الثبات على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا معنى قوله اهدنا، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا. فيراد به الدلالتين، دلالة الهداية والإرشاد والبيان، ودلالة القبول والتوفيق والثبات على الحق تجنب الباطل. والصراط هو الطريق، الصراط في اللغة هو الطريق، وهو على قسمين: صراط حسي، وهو الطريق المعروف عند الناس بالطرق البرية والبحرية، هذا حسي. صراط معنوي، وهو طريق الحق، هذا معنوي: الدين، الصلاح، الاستقامة، هذا الصراط وهو المطلوب. الإسلام، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا هو الصراط الذي من سار عليه في الدنيا وفق للسير على الصراط على متن جهنم يوم القيامة، ونجا حين ذاك من الوقوع في النار. هذا الصراط. وقال المستقيم، الصراط المستقيم أي المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، لأن هناك سبل كثيرة وعليها دعاة يدعون إليها، وهي سبل منحرفة تصرف عن الصراط المستقيم. ولهذا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فوصف صراطه بأنه واحد، ووصف غيره بأنها سبل كثيرة، كثيرة سبل، ولا تتبعوا السبل. فالطرق المخالفة للصراط المستقيم كثيرة لا حصر لها، وكلها ضلالة، فلا نجاة إلا لمن سلك الصراط المستقيم، صراط الله. إن هذا صراطي، أضافه إلى نفسه، وأضافه إلى الصالحين من عباده: صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا توضيحيا لأصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط خطا مستقيما، وخط على يمينه وشماله خطوطا كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم للخط المعتدل: هذا صراط الله. وقال للخطوط
الجانبية، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، فهذا هو الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو القرآن، الذي هو الرسول، كل هذا صراط مستقيم، فسر بالإسلام وفسر بالقرآن وفسر بالرسول، هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ثم ذكر أهله، ذكر أهله السائرين عليه، حتى يعرف المسلم من هم أهل هذا الصراط حتى يكون معهم. فقال: الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم المذكورون في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم بالهداية والإيمان، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بالقرآن، أنعم الله عليهم. وهم طبقات، أعلاها النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ثم الصالحون من كل مسلم. فأنت تسأل الله يجعلك رفيقا لهؤلاء، وهذا دعاء عظيم إذا تأملته، دعاء عظيم مبارك، فاهتم بذلك، تنبه له. ثم ذكر الطرق المخالفة لطريق المنعم عليهم، وهي طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، فكل عالم لا يعمل بعلمه فهو مغضوب عليه. وفي طليعة هؤلاء اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فكل من عنده علم ولم يعمل به فهو من المغضوب عليهم، لأنه عصى الله على بصيرة. والطريق الثالث الضالين، طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، على بدع وخرافات وموروثات عن آبائهم وأجدادهم ما أنزل الله بها من سلطان، هذا ضلال. وفي مقدمة هؤلاء النصارى، نصارى عندهم عبادة ورهبانية لكنها على غير طريق الرسول، على غير طريق عيسى عليه السلام الذي هو نبيهم، بل هم أحدثوا في دينهم عبادة الصليب والتثليث وأشياء كثيرة ما شرعها الله جل وعلا، إنما زينها لهم شياطين الجن والإنس من دعاة الضلال، وأخذوها على أنها دين وهي ليست بدين لله عز وجل. هذا ضلال، ليس هذا خاصا بالنصارى، بل هذا عام لكل من يعبد الله على غير دليل وعلى غير بصير، بل على البدع والخرافات والمحدثات والتقليد الأعمى، هذا يدخل فيه كل من هو كذلك، وليس خاصا بالنصارى.
ولا الضالين. فالضالون عندهم عمل وليس عندهم علم، هذا ضلال. العمل بدون علم ضلال، العلم بدون عمل مغضوب على صاحبه، العلم والعمل أنعم الله على صاحبه. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، المغضوب عليهم أهل العلم بدون العمل، أهل الضلال أهل العمل بدون علم. وهنا موجود من قديم والآن من يحث الناس على الأذكار والعبادة، ولكن ينهاهم عن الجلوس للتعلم طلب العلم، يقول هذا يعوقكم عن العمل، خذوا العمل واتركوا تعلم العلم ويجيكم العلم تلقائيا، يجيكم يفتح الله عليكم تلقائيا بدون تعلم وبدون علماء. هذا ضلال والعياذ بالله، هذا هو الضلال. فلا بد من العلم أولا ثم العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. فالعلم هو الأول لا بد منه ثم العمل. أما عمل بدون علم فهذا ضلال، تعب بلا فائدة. هذا يدل على وجوب طلب العلم وتحمل العناء والمشقة في تحصيله حتى يكون العمل على علم وبصيرة ينفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. والعمل الخالص الذي على علم ولو كان قليلا ينفع الله به، والعمل الكثير الذي ليس على علم هباء منثور. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يؤسس على علم صحيح ومتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا يكون يوم القيامة هباء منثورا لا ينفعه. فليتنبه المسلم لذلك غاية التنبه. نعم. قال: والإلحام عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه. نعم، وهو الدلالة والإرشاد والتوفيق والهداية لسلوك الصراط المستقيم. لم يعط أحد أفضل من هذا، العلم النافع والعمل الصالح، لم يعط أحد نعمة أعظم من هذه النعمة الدنيا والآخرة. نعم. كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا صلح الحديبية، صلح الحديبية هذا فتح مبين، لأن الله فتح للمسلمين وفرج لهم بدل أن كان مضغوطا عليهم ومحاصرين ومضيقا عليهم ومعذبين تحت وطأة الكفار. لما جاء صلح الحديبية فرج الله عنهم، وصار من يسلم لا يتعرض له، ومن يهاجر لا يتعرض له، فصار فتحا مبينا للمسلمين. ونصر الله رسوله على أعدائه في خيبر من اليهود، فهذا فتح عظيم. فتحنا لك فتحا مبينا.
خالد بن الوليد، عمرو بن العاص وغيرهم من سادة الصحابة أسلموا بعد صلح الحديبية وخرجوا إلى مهاجرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من ثمرات صلح الحديبية، أن الله يسر لمن يريد الإسلام أن يدخل فيه ولا أحد يضايقه ولا أحد يمنعه من اللحاق بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. فتحنا لك فتحا مبينا. تعليل: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. هذه من فوائد صلح الحديبية. ويهديك صراطا مستقيما، هذا محل الشاهد، يهديك يوفقك ويثبتك على الصراط المستقيم. نعم. والهداية هاهنا التوفيق والإرشاد. نعم. وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة. نعم، تأمل العبد حاجته إلى هذا الدعاء ومعرفة تفسير هذه الآية، لا يرددها وما يتأملها ولا يدري وش معناها. نعم. فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. الهداية إلى ذلك، أي إلى الصراط المستقيم، تتضمن العلم والعمل. شوف، العلم والعمل، علم نافع وعمل صالح، هذه هي الهداية الصحيحة. نعم، التي تثمر النجاة من النار ودخول الجنة يوم القيامة. نعم. والصراط الطريق الواضح. نعم. والمستقيم الذي لا عوج فيه. نعم. والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يفسر الصراط المستقيم بالدين وهو الإسلام، ويفسر بالقرآن، ويفسر بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل تفاسير حق. الصراط المستقيم يشمل هذا وهذا. نعم. وهو قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إليهم لأنهم يعملون به. نعم. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، هم القدوة لمن جاء بعدهم، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأصحابه، هذا هو الصراط المستقيم، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم. فلتكن تابعا لهم، ولن تكون تابعا لهم ولو حرصت، حتى تتعلم ما هم عليه، تعرف ما هم عليه من العلم والعمل. أما مجرد الانتساب من غير علم ومجرد الادعاء من غير علم فلا يفيد شيئا. ولهذا قال: والذين اتبعوهم بإحسان، بعلم ومعرفة وعمل، إتقان. إحسان يعني إتقان. ما كل من ادعى أنه على منهج السلف، منهج الرسول، منهج الصحابة، يكون صحيحا حتى يكون
يعرف ما هو مذهب ما هو ما هو ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان حتى يسلك طريقهم. أما الانتساب مع الجهل بذلك فقد يقع في ضلال وهو يظن أنه يحسن. نعم. وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم. نعم، الله فرض عليك في كل ركعة من صلاتك فرضها ونفلها أن تدعوه بهذا الدعاء. لماذا؟ لحاجتك إليه، فرضه الله عليك لحاجتك إلى هذا، فتأمل هذا. نعم. وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم. وعليك الفرائض. نعم. أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج. أن الله أو أن صراط الله عند الله. نعم. الله لا لا بأس. نعم. لا ما صار الله أو صراط الله أنه هو المستقيم. الصراط المستقيم هو ما وصل إلى الله جل وعلا وإلى جنته، هذا هو الصراط المستقيم. أما الصراط المنحرف هذا يروح إلى النار والعياذ بالله. نعم. وهذه أول الواجبات من هذه الآية. نعم. وهو اعتقاد ذلك بالقلب. نعم. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان. أول الواجبات من هذه الآية أن يعتقد بقلبه أنه لا صراط مستقيما إلا صراط الله جل وعلا، وأن ما عداه من الطرق فكلها ضلال. صراط الله يؤدي إلى الجنة، والطرق غيره تؤدي إلى النار. نعم. وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا. الشيطان يخدع الإنسان، يقول إذا عرفته مجمل يكفي، لا يعني إذا تعلمت وعرفت يكفي بدون العمل. لا، لا بد من العلم والعمل، لا بد من العلم والعمل، ولا بد من الإخلاص لله عز وجل. نعم. فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل. نعم. المرتدون عن الصراط المستقيم ما ينكرون أن الرسول على الحق وأن من عداه على الباطل، ما ينكرون هذا، لكنهم لا يسلكون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسلكون منهج الرسول، إما لهوى صدهم عن ذلك، وإما لتقليد أعمى لآبائهم وأجدادهم، وإما لطمع دنيوي. صوارف كثيرة والعياذ بالله، لكن الموفق لا تصرفه الصوارف عن اتباع الحق مهما كلفه الأمر، لا تصرفه الصوارف عن ذلك، ومهما لامه اللائمون ما يلتفت إلى هذا، لأنه عرف طريقه فيستمر على الطريق الصحيح ولا يكون عنده شك أو تردد أو مجاملة للناس أو خوفا من الناس، لا يكون عنده هذا أبدا. نعم. فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم. كثير من الناس والمرتدين كفار اليهود يعرفون أن الرسول على الحق، أن الرسل كلهم على الحق، لكن إذا جاءهم الرسل بما لا تهوى أنفسهم كذبوهم والعياذ بالله،
إما أن يقتلوهم وإما أن فريقا كذبتم وإما أن يكذبوهم وإما أن يقتلوهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سبب أنهم خالفوا أهواءهم، فهم يريدون أن يشبعوا رغباتهم ويتبعون أهواءهم ولا يتبعون الرسل، بل يقفون منهم موقف إما القتل كما قتلوا أنبياء كثيرين، وإما أن يكذبوهم يقولون هذا غير صحيح. وهذا واقع الآن، إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا تهوى الأنفس توقف أهل الضلال وأهل النفاق، قالوا ما هو بصحيح، هذا ما هو بصحيح، وعادوا الرسول وعادوا من تمسك بالحق لأن خالف هواهم وهم يعلمون أنه حق. وهذه مصيبة على الإنسان. نعم. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم. هذا التفسير العام، العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم أيا كانوا، من اليهود، من النصارى، من المسلمين، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن كما في الحديث، أول من تسعر بهم النار عالم لا يعمل بعلمه العياذ بالله، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، لأن عبد الوثن على جهل لكن هذا على علم، فهو أشد عقوبة والعياذ بالله. نعم. والضالون العاملون بلا علم. نعم. قال والضالون العاملون بلا علم. والضالون هم العاملون بدون علم، ضالون يعني ضائعون تائهون، مثل الضال في الطريق ما يدري وين يروح، هم على غير علم، فعملهم هباء منثور، تعب بلا فائدة لأنه لم يؤسس على علم. هذا عام لكل من سار على هذا المسلك سواء من النصارى أو غيرهم إلى أن تقوم الساعة. نعم. فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. صفة اليهود أنهم مغضوب عليهم لأنهم لا يعملون بعلمهم، والثاني صفة النصارى لأنهم يعملون بدون علم، وليس هذا خاصا باليهود ولا بالنصارى، بل هو عام لكل من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. لا يظن إلى قرأ واحد إن المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى أو الضالون هم النصارى أن هذا خاص بالأمتين اليهودية والنصرانية، لا هذا عام، لكن اليهود والنصارى مثال لمن وقع في هذا الهلاك والعياذ بالله. نعم. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم. نعم. ورد في الحديث اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فإذا قرأ الجاهل أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن أن هذا خاص باليهود والنصارى. طيب الله أنزل علينا هذه السورة، أنزلها نقرأها ونعمل بها، إذن لماذا إذا صارت خاصة باليهود والنصارى لماذا نكلف أنفسنا وحنا في مأمن؟ لا، نحن على خطر أن نقع فيما وقع فيه اليهود وما وقع فيه النصارى، والآية أو هذه السورة نزلت على نبينا
تخاطبنا نحن، تخاطبنا نحن. نعم. وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. وهو يعلم أن الله فرض عليه أن يقرأ هذه الآية أو هذه السورة بكل ركعة، يعلم هذا. لماذا؟ هل لأنك علشان تعلم أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون فقط؟ لا، لكن لتحذر هذين المسلكين، تجتنب هذين المسلكين، تأخذ طريق المنعم عليهم. نعم. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما مع ظنه أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله؟ هذا من ظن السوء بالله. كيف يرى هذا الرأي وأن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالون هم النصارى وهو يدعو الله أن يهديه الصراط المستقيم ويجنب طريق المغضوب عليهم طريق الضالين؟ إذن ما صار لهذا الدعاء فائدة لولا أن عليك خطر وأنك بحاجة إلى هذه الهداية والتوفيق لما فرض الله عليك أن تدعو به. نعم. وكثير من الناس الآن يريدون أن يحجموا القرآن والسنة، يقولون هذا الناس مضوا، هذا تاريخ مضى والناس مضوا، الآن تغيرت الدنيا وتغيرت الأحوال ونحتاج إلى فقه جديد وإلى تفسير للقرآن جديد وإلى وإلى. هذا هو الضلال والعياذ بالله، هذا هو الضلال. يقولون اللي ذكر في التفسير والقرآن والسنة هذا الناس المضوا. طيب، واللي يجون يمشون على طريقة اللي مضوا ما يصير حكمهم حكمهم؟ هذا يلغى للقرآن ويلغى للسنة. نعم. قال والله أعلم، هذا آخر الفاتحة. نعم. انتهى تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فعلينا أن نتأمل هذا التفسير العظيم وأن نتدبر هذه السورة وأن نحضر قلوبنا عند قراءتها، لا في الصلاة، نحضر قلوبنا عند قراءتها في الصلاة. ولهذا شرع الله لنا بعدها أن نقول آمين، الإمام والمأموم، نرفع أصواتنا بذلك. وش معنى آمين؟ معناه اللهم استجب. استجب إيش؟ استجب هذا الدعاء الذي ذكرته في هذه السورة، فهو تأمين على الفاتحة، على الدعاء الذي في الفاتحة، تدعو الله أن يستجيب لك هذا الدعاء. ما هو مجرد قراءة، أن تدعو، أنت تقرأ وأنت تدعو الله عز وجل، فتقول آمين يا اللهم استجب ما دعوتك به في هذه السورة العظيمة. وليست آمين من القرآن ولا من الفاتحة، وإنما هي دعاء، إنما هي دعاء معناها اللهم استجب. نعم. في مسائل الشيخ مذكورة. نعم. ثم إضافة إلى التفسير الشيخ للفاتحة جاءوا بفوائد في رسالة أخرى استنبطها الشيخ من الفاتحة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وهذه مسائل الأولى إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. نحن عرفنا في الدروس السابقة أن سورة الفاتحة أولها يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، على أنواع التوحيد. فأولها توحيد، أولها توحيد.
رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد توحيد العبادة، رادل إياك نعبد أي لا نعبد غيره، توحيد العبادة توحيد الألوهية. نعم. الثانية اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة. اهدنا الصراط المستقيم فيها المتابعة، الصراط المستقيم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تسأل الله أن تتبع الرسول على طريقه على سنته، تتبعه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة أركان الدين الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. أركان الدين يعني أركان العبادة، أركان العبادة التي هي الدين، لأن العبادة هي الدين والدين هو العبادة، والعبادة ترتكز أو الدين على ثلاثة أركان، على الحب، وهذا في أول آية الحمد لله رب العالمين، هذا فيه محبة الله سبحانه لأنه المنعم على عباده. نعم. والثانية والثانية الحب في الأولى والرجاء في الثانية، والرجاء في الثانية الرحمن الرحيم، ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. والخوف في الثالثة، والخوف في الثالثة مالك يوم الدين يوم الحساب والعرض على الله، المؤمن يخاف من هذا الموقف، يستعد للقاء الله والوقوف بين يديه ومحاسبته على أعماله، يخاف المؤمن، يخاف من يوم الدين، الدين هو الحساب ويوم الدين هو يوم القيامة. نعم. الرابعة هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى. نعم. هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى وهي التوحيد، هلاك الأكثر الخلق إنما هو بسبب الجهل بالتوحيد، بسبب الجهل بالتوحيد، قد يكون عالما في الفقه وفي التفسير وفي علم الحديث وفي البلاغة والنحو والصرف وعلوم اللغة، لكن في التوحيد صفر، ما عنده شيء، لأنه ما تعلم العقيدة، إنما تعلم عقيدة علماء الكلام التي مؤداها إثبات توحيد الربوبية فقط، عقيدة علماء الكلام إثبات توحيد الربوبية، وهذا الشيء أقر به المشركون وعرفه ولا نفعهم لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية الذي هو العبادة. فهلاك أكثر الخلق في الجهل بالتوحيد بما بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فهم يجهلون هذا، يجهلون التوحيد بأنواعه الثلاثة. نعم. قال هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى يعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. الله هو المستحق للحمد كله، وهو رب العالمين كلهم، لا رب لهم سواه، فأكثر الخلق هلك بسبب جهله بذلك. نعم. جعل الربوبية لكل من يعبدهم من دون الله من الأشجار والأحجار والأوثان والأولياء والصالحين والأضرحة، جعلهم أرباب، أربابا من دون الله عز وجل. نعم. الخامسة أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. أول المنعم عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فأنت تسأل الله أن يلحقك بهم، هذا الأول. نعم.
وأول المغضوب عليهم اليهود. فأنت تسأل الله يجنبك طريقهم وهو العلم بدون عمل. نعم. السادسة: ظهور الكرم والحمد لله في ذكر المنعم عليهم. نعم، أنعم عليهم، ما هم هم اللي وفقوا أنفسهم أو هم الذي هدوا أنفسهم، الله هو الذي أنعم عليهم وهو الذي من عليهم وهو الذي وفقهم وهو الذي أرشدهم. تعرف هذا، أن هذا من الله وليس من جهدك ولا من معرفتك فقط. كثير من الناس يعلم الحق لكن لا يوفق للعمل به، ولو عمل ما يوفق للإخلاص لله عز وجل. نعم. السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. قدرة الله سبحانه وتعالى والمجد في المغضوب عليهم والضالين، فإن الله حرمهم من العلم والعمل. اليهود حرمهم من العمل وأعطاهم العلم، النصارى حرمهم الله من العلم أعطاهم العمل. فهذا من قدرة الله أنه صرف هؤلاء وصرف هؤلاء وأنعم على هؤلاء، هذا كله راجع إلى الله عز وجل. نعم. الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. نعم، المسألة السابعة أن تعلم أن دعاء الفاتحة لا يقبل من قلب غافل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل من غافل لاهٍ، أنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهٍ. فلا تقرأ الفاتحة على اللسان دون أن تعرف معناها ودون أن تسأل الله بها يحضر قلبك. نعم. التاسعة: قوله صراط الذين أنعمت عليهم فيه حجة إجماع. صراط الذين أنعمت عليهم في مسألة أصولية، وهي أن إجماع أهل العلم حجة قاطعة، لأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، هذه متفق عليها مجمع عليها، والقياس هذا عند الجمهور وعند الأكثر. هذه الأصول والإجماع من أعظم الأصول وهو حجة قاطعة، من خالف الإجماع يكفر. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا حجة الإجماع. سبيل المؤمنين حجة وهو الإجماع، هو الإجماع. نعم. العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. لولا أن الله يهديك، وشو تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أنت تعرف طريق الخير وطريق الشر، تقول أنا ما نبحث، أنا أعرف طريق الخير وطريق الشر. نقول ولو عرفت ما ينفعك عرفك إلا إن كان الله جل وعلا وفقك، وإلا كم هلك وكم ضل ممن يعرف الحق، لأن الله لم يوفقه. فأنت تدعو الله أن يوفقك ولا يكلك إلى علمك ومعرفتك. نعم. الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل. نعم، فيها النص على التوكل، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يتضمن التوكل على الله جل وعلا. نعم. الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. نعم، ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك، وذلك في أولها في الحمد لله رب العالمين، فهو الواحد، هو رب العالمين، ليس لهم رب سواه. فالأرباب
التي يتخذها المشركون كلها باطلة، كلها أرباب باطلة. نعم. الثالثة عشرة التنبيه على بطلان البدع. اهدنا الصراط المستقيم، السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، فمن خالف القرآن والسنة وعمل على خلافهما فهو مبتدع. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. الرابعة عشرة آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها. لو أنك عرفت تفسير الفاتحة على الوجه المطلوب صرت عالما، لأنها هي أم القرآن، هي أم القرآن، معناها أنها أن القرآن مفسر لها، مفسر لها، فهي مجملات، مجملات هذا الدين، والقرآن مفسر لسورة الفاتحة، ولذلك تسمى أم القرآن. وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله في أول اقتضاء الصراط المستقيم كلاما مفيدا عن هذه السورة وما يستفاد منها، فليراجعه طالب العلم، يراجعه طالب العلم. هذه السورة تشتمل على التوحيد كما عرفنا بأنواعه الثلاثة، تشتمل على إثبات الحساب والبعث، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو الحساب، ففيها إثبات المعاد. تشتمل على إثبات الرسالات وإنزال الكتب، لأن رب العالمين ربهم من عنايته بهم وتربيته لهم أنه يرسل الرسل وينزل الكتب لتعليمهم وإرشادهم، هذا مقتضى ربوبيته، ففيها إثبات الرسالات، وفيها الرد على جميع الطوائف، جميع طوائف أهل الضلال فيها الرد عليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه يدخل فيها كل الطوائف، المغضوب عليهم والضالون يدخل فيهم جميع طوائف الكفر، جميع طوائف الكفر تدخل في المغضوب عليهم والضالين، ففيها الرد على جميع طوائف أهل الضلال. نعم. هذه مجملات ما تدل عليه هذه السورة وتفاصيلها في القرآن العظيم. نعم. وكل آية أفرد معناها بالتصانيف أفرد وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، كل آية من سورة الفاتحة أفرد معناها، التوحيد أفرد معناه، التصانيف الكثيرة، العبادة أفرد فيها مؤلفات إلى غير ذلك، كل آية منها أفرد بالتصانيف. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، الله تعالى أعلم، فهو سبحانه هو العالم، وما عندنا من العلم وإن كان عندنا علم فهو من تعليم الله لنا، ليس لنا في ذلك حول ولا قوة، هو الذي علمنا سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه فرض علينا قراءة هذه السورة بحضور قلب وتأمل، فهي شاملة للهداية كلها ونافية للضلالة كلها هذه السورة. نعم. تقرأ البقرة إن شاء الله؟ لا يكفي. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرف الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بأسئلة الحضور. هذا سائل يقول: مآذن المساجد وقب بها هل كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء، ومتى ألحقت بالمساجد؟ يقول: مآذن المساجد وقببها هل كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء؟ مآذن المساجد لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عملها المسلمون جيلا بعد جيل لأجل رفع الأذان، فهي وسيلة لرفع الأذان، وأيضا هي علامة على المسجد. المسجد الآن اللي ما فيه منارة ما تدري أنه مسجد، المنارة تدلك على المسجد، فهي من الأعمال الداخلة في العمومات، وإن لم ينص عليها فهي من الداخلة في العمومات التي تعين على العمل الصالح. نعم، ولا أحد أنكرها، ما أحد أنكرها من علماء المسلمين المعتبرين. أما المتعالمون الجدد والمبتدئون في طلب العلم فلا عبرة باستغرابهم وإنكارهم، أنكروا شيئا كثيرا لأنهم لا يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة وسكت، ثم شرعت بالفاتحة وانتصفت بها، ثم بدأ الإمام بالقراءة، فهل أقطع الفاتحة أم أكملها؟ تستمع للإمام، فإذا سكت بعد قراءة الفاتحة تكملها، لأنه سيسكت بعد قراءة الفاتحة سيسكت، فتكملها في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أسئلة الإنترنت. هذا سائل من الجزائر يقول: أحد الكتاب يقول إن في قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير رضي الله عنه فواحش وخزعبلات وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الكلام؟ هذا هو سيء الأدب. أما كعب بن زهير صحابي جليل، هو لم يسيء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان أساء الأدب لرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول استجاز قصيدته وأعطاه البردة التي عليه جائزة، فكيف يقال هذا الكلام؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة هذه العبارة إن السلف أحيانا يثبتون بعض المعاني اللغوية لأحاديث الصفات؟ كيف؟ أعد. يقول ما صحة هذه العبارة إن السلف أحيانا يثبتون بعض المعاني اللغوية لأحاديث الصفات؟ ما ندري وش هالكلام، وش معنى يثبتون بعض السلف؟ إيه السلف، وش معنى يثبتون بعض المعاني اللغوية؟ نعم، هي معانيها لغوية لأنها بلفظ عربي تفسر بمعناها اللغوي، نعم، الذي تدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الترخص بأقوال بعض العلماء التي فيها تساهل بدعوى أنها تيسر في الدعوة إلى الله؟ لا شك أن الأقوال كثيرة، ولو وكلنا الله إلى الأقوال لضعنا، لكن الله أعطانا ميزانا نزن به الأقوال، فنأخذ الصحيح ونترك غير الصحيح. قال جل وعلا: وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فالاختلاف يرد إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به، ما خالف الكتاب والسنة نطرحه على صاحبه. وهذا إذا أخذنا بالأقوال التي توافق هوانا دخلنا في مثل ما دخل فيه اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن تكذيب الرسول تفسير كلامه بغير ما أراد عليه الصلاة والسلام،
هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فسرت كلامه بغير مراده قد كذبت عليه، فهذا لا يجوز أبدا. ولا نأخذ من الأقوال إلا ما وافق الدليل. نحن لا نحجر على العلماء إنهم يجتهدون وكل يبدي رأيه في ما يظهر له، لكن عند العمل ما نعمل إلا بما يوافق الدليل منها، ما خالف الدليل تركناه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المغرب، يقول فيه: يوجد أحد الأشخاص يجيز سؤال الجن عن مكان السحر، ويقول أن جبريل فعل ذلك وأن هذا سحر شرعي، فما هو ردكم جزاكم الله خيرا؟ هذا كذب. جبريل ما سأل الجن عن مكان السحر، بل الله جل وعلا أرشد نبيه إلى مكان السحر، أرشده إلى مكان السحر بأنه أنزل الملائكة ورقت النبي صلى الله عليه وسلم وراحت محل وأخبرت الرسول بمحل السحر، فأرسل إليه من استخرجه فأتلفه عليه الصلاة والسلام. ما سألت الجن، منين جاب لنا أن الملائكة سألت الجن عن مكان السحر؟ هذا من الكذب. الله هو الذي أخبرهم بذلك، وهو علام الغيوب سبحانه، لا يخفى عليه شيء، لسنا بحاجة إلى سؤال الجن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم اصطفاف الصبي الذي يعبث في الصلاة في الصف مع الكبار وفي الصف الأول، وهل إخراجه من الصف خطأ؟ الصبيان الذين بلغوا سن التمييز وتصح منهم الصلاة يحضرون ويصلون مع المسلمين ويكفون عن الأذى، يصلون مع المسلمين ولهم صلاة ولهم أجر، ولي وليهم أجر أيضا. أما الصبيان الذين لم يبلغوا سن التمييز فلا يحضرون إلى المسجد، لأن إحضارهم له عبث، إلا إذا كان يخاف عليهم فلا بأس أن يحضرهم، لكن مع ضبطهم عن العبث والأذية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل وسائل الدعوة توقيفية أم أن لها حكم المقصد؟ أذكر أني أجبت على هذا السؤال وقلت إن هناك وسائل وهناك منهج، أما منهج الدعوة فهو توقيفي، يجب علينا أن ندعو على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نخالفه، كما في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا منهج الدعوة الذي علمه الرسول، الله علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الله لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، وأدعو إلى الله فيه الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون يقصد من هذا المدح أو الثناء أو طمع الدنيا، وإنما يدعو إلى الله مخلصا، الإخلاص والبصيرة وهي العلم، يدعو عن علم ومعرفة لما يدعو إليه، لا يدعو وهو جاهل، قد يحرم حلالا أو يحل حراما أو يشتد في الدعوة عن غير المطلوب. فهذا المنهج توقيفي يؤخذ من الآيات ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أما الوسائل فهي ليست توقيفية، جد وسائل نستخدمها، مثل المقرهون، هذا ما كان موجود من قبل، فهو وسيلة لتبليغ الصوت، تبليغ الدعوة للناس، الإذاعة هذه وسيلة، الآن الداعي يستطيع يبلغ المشارق والمغارب وهو في مجلسه، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، فالوسائل نستخدمها، الوسائل المباحة نستخدمها وليست توقيفية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عن نفسه أنه إمام مسجد ويحرص على المسجد، وأحيانا قد يسافر للسلام على والديه لمدة 3 أيام أو أكثر، وقد يسافر أسبوعا أو أسبوعين، وعند غيابه عن المسجد يصلي عنه أحد الأخوة
وإذا رجع يخصم قيمة هذه الأيام أو الصلوات من مكافأة المسجد التي تصرف له ويعطي من صلى عنه هذه الصلوات، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك إذا كان سفره لأجل البر بوالديه والسلام عليهما، هذا عذر شرعي، ولكن يوكل على الإمامة من يحصل به الكفاية، فإذا وكل من تحصل به الكفاية فلا بأس، وهو سافر لغاية شرعية مطلوبة، وكونه يعطي الخليفة شيء من المكافأة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فيه: ما صحة من يقول إن زيارة النساء للمقابر جائزة إذا لم تكثر من ذلك، بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، وأن كلمة زوارات تدل على الكثرة؟ جاء رواية زائرات يا أخي، وهي تفسر زوارات، إن المراد زائرات ولو مرة واحدة، تسمى زائرة ولو مرة واحدة فتشملها اللعنة، ألا يجوز للنساء أن تزور القبور؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، آية من القرآن أنزلها الله سبحانه وتعالى للفصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما أنها من سورة الفاتحة فالصحيح أنها ليست من سورة الفاتحة، بدليل الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يقل يبدأونها ببسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنهم يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم لأنها ليست من الفاتحة، وإنما يجهرون بأول آية من الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين، هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سورة الفاتحة هل تكفي قراءتها بالرقية الشرعية؟ تكفي مع النية الصالحة، تكفي بإذن الله، لكن القرآن كله خير، فإذا زاد وقرأ الإخلاص والمعوذتين معها فهذا أتم. نعم. وإلا فالذين قرأوا الذين رقوا اللديق ما زاد الراقي على سورة الفاتحة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل العلماء داخلون في الصديقين أم في الصالحين في آية سورة النساء؟ الصديق يعني مرتبته بعد النبيين، مرتبته بعد النبيين، أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق هو الذي لم يقع منه كذب، الذي لم يقع منه كذب في علمه وفي عمله وفي سلوكه، هذا هو الصديق. وفي الحديث: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فيدخل فيه بلا شك العالم إذا اتصف بهذه الصفة فهو يدخل في الصديقين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: وحتى العامي المؤمن العامي إذا التزم الصدق فإنه يكون من الصديقين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا صلى الإنسان بمفرده هل يقول آمين؟ نعم، يقول آمين لكن لا يرفع بها صوته، إن جهر القراءة يجهر بآمين، وإن قرأ سرا يسر بآمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يتشاءم من بعض الأيام؟ لا شؤم في الأيام، الأيام هي من الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر، إن الله هو الدهر. والله جل وعلا قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر مقلب الليل والنهار، فالأمر بيد الله، ما هو بيد الأيام ولا بيد الساعات ولا الشهور، بيد الله عز وجل. والدهر مخلوق من مخلوقاته وظرف لما يعمل فيه الإنسان، فلا يسب الدهر، لا ذنب له. ورى الإنسان ما يلوم نفسه، ورى يلوم الدهر ولا يلوم نفسه، ويتوب إلى الله عز وجل. ليش يحمل الدهر الخطأ وينسى نفسه؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول يا وجه الله؟ لا يجوز هذا، لا تدعى الصفة، لا يقال يا رحمة الله يا وجه الله، وإنما يقال يا الله. الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته. نعم. كذلك أحسن الله لكم. يقول: قول الشخص شمالك يمين، هذا بالنسبة لله عز وجل، أما المخلوق فله شمال وله يمين، أما الله جل وعلا فشماله تسمى يمينا. نعم. أحسن الله إليكم. وكلتا يديه يمين كما في الحديث، وكلتا يديه يمين جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا طالب علم اشتغل مؤخرا في الرقية، قد أنكرنا عليه أمورا منها: دهن المرقي جسمه بزيت الزيتون والمقروء فيه قبل القيام بالرقية، واستعمال الملح والثوم بحجة أن الجن يؤثر ذلك فيهم، ويقول بأن ذلك معروف بالتجربة، ومخاطبة الجني وسؤاله إن كان هناك من هو مصاب في البيت سوى هذا الملبوس، وبعد مناقشتنا له يحتج بأن هناك بعض أهل العلم قد أجازه والأصل جواز ما لم يكن شركا. أما الدهن بزيت الزيتون المقروء فيه أو بالماء المقروء فيه فلا بأس بذلك، وأما الدهن بالثوم والآخر وشو؟ الثوم. لا ذكر شيء. الملح. الملح والثوم هذا لا أصل له، ولا وش أدراه أنه يؤثر على الجن؟ الملح والثوم وش اللي يدراه أنه يؤثر على الجن؟ هذا ما لا أصل له. وقوله أنه يؤخذ بقول من قال بجواز ذلك، نقول ما نأخذ إلا بدليل. وين دليل اللي قال بجواز ذلك؟ إذا جاب دليل صحيح ما يخالف، أما مجرد قول ما نأخذ به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أصوم 15 يوم متواصلة في شهر شعبان تطوعا منذ 4 سنوات، فهل إذا تركت الصوم هذه السنة لعدم قدرتي على الصوم هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الصوم من شعبان سنة مستحب، مستحب من فعله فله أجر، ومن تركه فلا إثم عليه. وأنت ذكرت أنك معذور، أنك مريض، فنرجو أن يكتب الله لك الأجر، لأنك ما تركت الصوم إلا من عذر. والمعذور إذا كان يعمل عملا في حال صحته، يعمل عملا صالحا في حال صحته ثم مرض وتركه من أجل المرض، فالله يكتب له أجره يوم أن كان صحيحا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل مريض لا علاج له، ويأخذ الدواء ليلا ونهارا، وإذا ترك الدواء يؤثر على أعصابه وعقله وحركته، فماذا يفعل خلال شهر رمضان؟ إذا كان ما يستطيع ترك الدواء لا ليلا ولا نهارا وهذا دائم، فهذا مرض مزمن، عليه إطعام، يطعم عن كل يوم. أما إذا كان يخف عنه المرض في أيام ويرجى أنه يزول منه المرض، فهذا يقضي إذا شفاه الله،
وأما إذا كان المرض مزمن ولا يرجى زواله هذا يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يطوقونه، يعجزون عنه للمرض أو للكبر. المريض المزمن والكبير الهرم يطعم ويكفي هذا عن الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب أتيت من بلدي من أجل التحاقي بدورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقبل مجيء إلى الدورة ذهبت إلى العمرة، فهل الآن بعد مضي أسبوع من الدورة أن أذهب إلى العمرة مرة أخرى؟ ما في مانع، ما في مانع، تكرر العمرة ما دمت هنا وتستطيع، يعني قريب مكة قريبة، انتهز الفرصة كرر العمرة، الحمد لله عمل صالح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: إذا سهى المأموم في صلاته هل يسجد للسهو أم ماذا؟ وإن كان ركنا هل يأتي بالركن؟ إذا سهى المأموم الذي أدرك الصلاة مع الإمام من أولها فليس عليه سجود سهو، تحمله الإمام. أما إذا جاء أثناء الصلاة وحصل منه سهو فإنه يسجد له بعدما يكمل صلاته، بعدما يكمل صلاته. وسجود السهو لا يكفي عن الركن، لا يكفي عن الركن، إنما هو عن ترك الواجب سهوا. أما الركن فإنه إن أمكن أن يأتي به أتى به في محله، وإلا يكون كترك ركعة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد.